رجعنا لكم ديريكت ناخذ المكالمة مع سي فريد بن شحال قاضي والدكتور في القانون. أهلا بك سي فريد. أهلا وسهلا، مرحبا بك كافة مستمعي راديو. شكرا لتلبية الدعوة الهاتفية. فما خطايا تصل إلى 5 ملايين لكل من لا يلتزم بالحجر الصحي الذاتي، أعطينا أكثر تفاصيل على الإجراءات هذية وعليش معناها المرة هذه حسيتوا روحكم مجبورين باش تعاودوا تذكروا اللي فما خطايا. هل التوعية وقفت الزنقة بالهرب ولا معناها يلزم شوية الجزر؟ شوفوا، ما هو السياسه الجزائريه فيها جانب وقائي وفيها جانب ردعي. كما قال الجزائري، فما الوقايه من الاول، انك تنبه المواطنين شنو العقوبات الموجوده في اي مخالفه، باش اذا كانت جروا على القانون فما الجانب الردعي. لان المرسوم نتاع 17 ابريل 2020 المتعلق بالحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصه بالاشخاص المشتبه باصابتهم بالكورونا فيروس كورونا كوفيد 19 جاء من الاول من 17 ابريل وقال انه يمكن إلزام بعض الأشخاص بالبقاء معناها في المنازل نتاعهم، وكنا في إطار حجر صحي شامل ولا توا من الحجر الإجباري إلى الحجر الذاتي. وقال راهو ينجم حتى تطبيق القرارات اللي اتخذها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الداخلية في العزل الاتقائي، رأيت ثم ينجم حتى تطبيقه معناه بالقوة العامة، ينجم معناه حتى الاستعانة بالقوة العامة لفرض بقاء الأشخاص هذوما في المنازل ولا كما كانوا قبل في المؤسسات. كيف كيف الفصل 5 من المرسوم 17 أبريل 2020 جاب قائمة متاع عقوبات تتفاوت فيها العقوبات حسب درجة خطورة الأفعال المرتكبة. هو جاء دايور قال ألا باش يخالف الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي كما كان الإجباري ويخرج بالرغم معناه من منع الحرية بتاع التنقل لظرف استثنائي اللي هو الكوفيد 19 راهو يتعاقب بخطية مالية من 1000 إلى 5000 دينار، وتتضاعف العقوبة هذه في صورة العود. معناه إذا كان المرة الأولى خرج العود مرة أخرى تولي الدوبل العقوبة. وفما إلى جانب ذلك عقوبات سلب الحرية وقتاش؟ وقتها تكون ثم نقل للفيروس لأشخاص أخرين، والفصل 312 وتم تداوله برشا إعلاميا ما دام ظهر الفيروس، هو يعاقب على كل من يخالف التحاجير الصحية المتخذة زمن معناها الوباء، وهذه تحاجير صحية الحجر الذاتي، ويعاقب بالسجن مدة 6 أشهر. هذا الشخص ما قامش معناها بنقل العدوى، جيست هو معناها خالف تحاجير صحية تم اتخاذها من السلطات المعنية اللي هي وزارة الصحة في المجال هذا. باركونتر إذا كان يتم نقل العدوى بسبب التقصير والإهمال، معناها أنت أشخاص جاية على أساس خارجي جايين من خارج التراب التونسي باش يقعدوا 14 يوم في ديارهم كما المثال اللي عندنا توا، وخرجوا ما يعرفش روحه ولا هو عنده معناها الفيروس، وتسبب معناها بسبب التقصير والنيجليجونس هذه في نقل العدوى. إذا كان يلحق أضرار بدنية للغير جي المرسوم وقرر ونطبقوا الفصل 225 اللي يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية مالية كل من يتسبب في أضرار بدنية للغير بسبب التقصير. وإذا كان حصلت وفاة لشخص يكون خالط عباد كبار في العمر مثلا وبسبب التقصير توفى يوليو نطبقوا الفصل 217 اللي يعاقب بالسجن لمدة عامين وبخطية مالية من أجل القتل على وجه الخطأ. هذه ديما نقعد في جانب الجرائم نون انتونسيونالي، الجرائم الغير القصدية. باركونت فما عباد يعرفوا رواحهم اللي هما حاملين الفيروس وما يلتزموش بالحجر في ديارهم ويخرجوا ويتبوا في نقل العدوى، لان هذاك يلزموا يتعاقب، هذاك من اللعب. هو في كل الحالات الجرائم الغير قصديه والغير قصديه فيها عقوبات. ولما ربي واحد مريض ويخرج، سامحني سي فريد، واحد يعرف روحه مريض ويخرج على شنو ناوي؟ معناها تخش عليك انت خارج تنشر في عدوى. وفي الحالة هذه قانون الأمراض السارية متاع 92 أضاف الكوفيد 19 لقائمة الأمراض السارية ويعاقب بالسجن من عام إلى 3 سنوات كل من معناها يتعمد نقل العدوى لغيره ويعرف روحه عنده الفيروس ويخرج. قانون 92 اللي ذكرنا بالفترة وقتها متاع الأيدس، معناها مرض المناعة، والقضية اللي صارت في ولاية من ولاية تونس وصارت عدوى متعمدة. صحيح. دونك لنا اضافوه صار تنقيح الامر، خاطر فيه قائمه كامله هي نتاع حتى الكوليرا وغيرها، وجاءوا معناها بامر حكومي معناها تم اضافه الكوفيد 19 للوباء. ونزيد نذكرك حتى في حاجه اخرى، كان تذكرش التصريح على صدر على قيادات امنيه وقتها في القطب القضائي لمكافحه الارهاب، فما شكون حتى هدد معناها انه ينقل الفيروس هذا للموظفين. وقتها ما عادش نحكيو على مجرد الجرائم هذه الغير القصديه وغيره، وقتها ينجم يعتبر هذا سلاح جرثومي
وينجم يكون في إطار التحرير، وإذا كان يتسبب في قتل أشخاص عن طريق السلاح الجرثومي ينجم حتى يعتبر جريمة إرهابية فيها عقوبات توصل الإعدام. علاش نقولوا احنا في العقوبات هذه؟ مش باش نخوف العباد اللي جايين، احنا جوست باش نقولوا راهو الحرية متاع التنقل هي صحيح حق دستوري مكفول للعباد الكل، لكن في ظروف استثنائية راهو النجم نحده من أي حرية ضمان للأمن العام الصحي. على خاطر انت اذا كان ما صحتك ما تهمكش راهو تنجم معناها تضر بصحه الاخرين، هذاك علاش المشرع يحط قائمه نتاع عقوبات. ان شاء الله ما نوصلوش نطبقوه، ان شاء الله يتنشر الوعي بين المواطنين اللي راجعين لبلادهم على خاطر زاد رجوعهم لتونس حقهم كحق دستوري، لكن ان شاء الله ما تلزوش على خاطر حتى تطبيقيا راهو خويا حاتم سعيد انك باش تحط توا عون امن على كل دار، وتعرف الجاري نتاعنا العدد نتاعها كبير، راهي مسألة ثقافة ووعي أكثر من مسألة ردع ومعناه وتتبعات. لكن فما تطبيقات، فما خوارزميات مثلا إذا يلتزم هو عرفتك لي تطلبوه في أي وقت وتعرفوه وين، معناها تنجموا الكنترول عن بعد هذاك، ولو أنه برشا ضد هذا خاطر يخافوا من معناها معلومات شخصية إلى آخره، لكن في حال استثنائي كما قلت أنت. أنا عندي لك سؤال، مثلا واحد ما يعرفش روحه، القانون قانون، معناه اذا هو يلزمه حجر صحي معناها لو فات اللي هو ما يعرفش روحه بوزيتيف ولا ما معناها نو جوستيفي با، معناها ما يبررش لو فات اللي خرج، معناها خاطر تطبيق القانون هو الحجر الذاتي الاجباري. صحيح، هو انسان ما يعرفش روحه ويخرج، ديجا قلنا يطبق عليه الفصل 312 في المجال الجزائي اللي فيها عقوبات نجم توصل 6 شهور، راه نقولوا 6 شهور هذاك البلافون، لكن القاضي عنده ينجم معناه يعطي حتى كان خطيه. وكيف كيف قلنا راهو المرسوم حط خطيه من 1000 ل 5000 دينار لمجرد مخالفه التدابير الصحيه. دونك لنا نحكيو معناه ما غير ما نحكيو على نقل العدوى، احنا نحكيو على اشخاص جيست خرجوا وهو يفترض انهم صحيين على انجاجمون وقت دخلوا للمطار انهم 14 يوم ما يخرجوش، مش باش يولي يمشي للعروسات والفروحات وباش يمشي يلاقي في القهاوي. دونك لنا راهو مجرد خروجه فيه خطر على الصحه العامه وعلى امن المواطنين. باش نسالك سؤال اخر سي فريد، مثلا انا حضرت معاه في العرس وعلى امان الله هكاك، وبعديش فقت بالي هي معناها كانت تنجم تسبب لي في العدوى، دونك نلقى روحي انا مثلا رجل اعمال نلقى روحي حجر صحي ذاتي ما نخرجش. تصور مثلا انسان يخدم مثلا ولا يدور من بلاد لبلاد يعمل نصبه الى اخره، دونك اموره تتعطل، نجم يشكي بها ولا بيه اللي قال السيد اللي حضر في العرس ونقل العدوى. معناها شخص تسبب له في عزل في داره هكا، صحيح هكاك، وهو معناها عنده مصالحه ينجم يشكي ويطلب تعويض ولا؟ إذا كان أنا قلت لك إذا كان نقلت له العدوى اللي هو إذا كان سبب له في أضرار بدنية، لا مش بدنية مش بدنية، معناه الحجر الصحي تعطيل مصالحه. أي تعطيل مصالحه جمعتي كما الأمنيين بربي الأمنيين، نحن حاستنا توا بالأمنيين يقعد بربي جمعتين في داره هكاك، معناها ظلم الحق، معناها هل من هو حتى من الناحية الاقتصادية سامحني سامون كاغاني يس بطبيعة الحال، هذه من الناحية المدنية كل شخص سبب معناها تسبب له شخص اخر في خساره ينجم انه يقوم قضيه في تعويض ضرر عن اي خساره تنجم تلحقه، لكن حتى كان ما تعديش حتى كان ما تعديش احنا راهو نحكيو ديما لنا على الركن القصدي، خاطر ماك تعرف هذوما ديزانفراكسيون نون انتونسيونيل، لازم فما ليان دي كوزاليتي، لازم فما علاقه سببيه ما بين الفعل وما بين الضرر اللي حصل له. دونك لنا تنجم تكون معناها تيري بار لي شيفي، اما لكن اذا كان شخص عارف روحه انه هو عنده الفيروس خاصه ومشي لبلايص كما هذه، وحتى لو كان ما وصلتوش العدوى لكن تسبب في انهم الناس كل كانوا معزولين في جرف، معناها السيده اللي يعرف روحه مريض راهو ينجم ابار انه يتعدى ينجم الاشخاص يقوموا بالحق الشخصي يطلبوا تعويضات على نجم اي تعطيل للمصالح ولا حتى على الحجز اللي هو تو حجر نزيدوها نقطه، هو حجز هو عباره على حجز شخص حريته باش معناها تتعطل لمده 14 يوم اخرين. شكرا لك سي فريد بن شحاق القاضي ودكتور في القانون، شكرا على التوضيحات هذوما. فوالا شفتوا ماهيش لعبه، بربي احترموا واحترموا خافوا على الناس القراب لكم، تمشي العرس تمشي معناها وفي بالك اللي انت جيت من الخارج ومعناها فما ريسك باش فريمون تعدي العبيد. انا يظهر لي حاجه كيما هكا
ما نعرفش كومون كاليفيه تسيب تهور معناها مع الناس ما عندهاش قيمه انانيه برشا كاليفيكاتيف في الحكايه هذيا ومساكن معناها بالحق مساكن مواطنينا في الخارج على كميه سوء تفاهم وكميه السب اللي بعض ساعات ريت حكايه كي من هكا يوليوا كلهم نحن عنا في ثقافتنا عرفت الارنب تكر على حلو.